بقى مقادير الكيكه وانا اقول لهم رايي في الكيكه وانت قولي قولي الطعم عامل ازاي. الكيكه يا جماعه اللي قالب الكيك اللي حضراتكم شايفينه ده خد مني قد ايه من البرتقال، عصير البرتقال مجين من عصير البرتقال، مج وربع من السكر، لو انت عايزه تزودي مج ونص اوكي براحتك يعني، بس هو في المعقول مج وربع من السكر تمام، ورشه فانيليا، معلقه خل، ايه تاني، 2 من الدقيق، دقيق وخل وفانيليا، مج الا ربع من الزيت، زيت يكون نقي ونضيف تمام، ومج وربع من السكر، ومجين من عصير البرتقال. بضرب كل ده في الخلاط، سهل جدا جدا، بضرب كل حاجه في الخلاط، بصفي في بوله وبحط الدقيق بتاعي وكيس من البيكنج باودر تمام، وبخلي العجينه بتاعتي لا ناشفه ولا طريه، عجينه كده يعني حلوه ماسكه نفسها شويه، وبحطها في قالب الكيك، بحط حبه زيت كده صغيرين ورشه دقيق، وبحطها لمده نص ساعه في الفرن، نص ساعه على حراره متوسطه، بتطلع لك بالشكل الجميل ده. بس هي دي الكيكه. نقول الغريبه، الغريبه سهله جدا يا جماعه، الغريبه نص مج من السكر البودره، نص مج سكر بودره، مج من السمنه او الزبده تمام، ومعلقتين لبن بودره لو حبه، رشه فانيليا، ذره ملح صغيره، مجين من الدقيق، ما بحطش الدقيق كله عشان ما تنشفش مني، بشوف هي عايزه المجين ولا مج ونص تمام. دي الغريبه كده، احنا خلصنا الغريبه. هي مش معايا. احنا خلصنا الكيكه. طب ايه يعني ما فيش اخبار؟ انا داخله في تانية. حلوه. حلوه. حلوه ايه؟ هي معموله ليكي يعني. حلوه ايه؟ هتخلصيها هتخلصيها. ده بصي يعني انا دخلت انا يعني يعني دي مش لازم تتحط في التقديم، دي ممكن تبقى جنبي انا. ايوه انا عاملاها لك انت مش للتقديم يعني، بس انا قلت اقول للناس عشان اتسالت عليها برضو كتير. وازاي ما بتتعجنش؟ خلي الفرن بتاعك سخن. طول ما الفرن يا جماعه سخن العجينه مش بتهبط منك ولا بتطرق، وما تجرأش افتح الفرن غير بعد نص ساعه. نص ساعة بحط كده سكينة أو أي حاجة عندي بتطلع كده ناشفة، تبقى كده زي الفل. سهلة جدا جدا، خطيرة.